في الإسعافات الأولية تحت شعار في كل مؤسسة مسعف، تحديدا دار الشباب بحفوظة. ذلك علاش حاضر معنا مباشرة زميلنا عبد الحميد السلمي. صباح النور. أهلا مريم، صباح النور والسرور وتحية للفريق المصاحب لك في هذه الحصة الصباحية المشرقة بالفرح والأمل. اليوم مريم يتجدد النشاط كما ذكرت بفضاء دار الشباب بحفوظ من خلال يوم تكويني في الإسعافات الأولية تحت شعار في كل مؤسسة مسعف، وهي تعني بذلك كل السادة رؤساء المصالح الإدارية والمؤسسات الثقافية والتربوية. الحصة من تنشيط السيد عبد الرحمن العكروتي بالتعاون مع كل إطارات دار الشباب بحفوظ الذين عودونا على الإبداع والإمتاع في مختلف الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب. وحتى ترتقي مريم هذه الحصة إلى مستوى النجاح وتعميم الفائدة بمشاركة ممثلين عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان والرسلتية مشكورين. بالمناسبة أيضا لو تسمح لي زميلتي العزيزة، هناك نقطة مهمة لابد من ذكرها، وهي بشرى نزفها إلى كل عشاق الحراك الثقافي والفني بمعتمدي حفوظ بعد انتهاء الأشغال بالكامل في دار الثقافة، فأصبحت في شكل رائع ومتميز من ناحية التصميم والشكل، وقد تمت معايرتها بالأمس من طرف السيد محمد بورقيبة والي القيروان، وكان مرفوقا بالإدارات الجهوية والسلطات المحلية، فهنيئا لحفوظ بهذا المكسب البديع. عودة الآن مريم إلى موضوعنا الرئيسي والذي يخص اليوم التكويني في الإسعافات الأولية تحت شعار في كل مؤسسة مسعف، لنحيل الكلمة إلى الإطار الناشط بدار الشباب بحفوظ وهو السيد عبد الرحمن العكروتي. مرحبا بك سي عبد الرحمن على موجات راديو الحياة فهم. صباح النور. اهلا بك وكل المستمعين باذاعه الحياه اف ام. مشكور جدا على تدخلك معنا في الاطار هذا يوم تكويني في الاسعافات الاوليه تحت شعار في كل مؤسسه مسعف. وهو كذلك كما ذكرتي يعني هو حقنا هذا الشعار في كل مؤسسه مسعف، يعني هو يوم تكويني، هو صبحيا ممكن نقول يعني تكويني في مجال الاسعافات الاوليه. يعني احنا ارتأينا في مدينه حفوظ، يعني حبينا ناخذ شرط المؤسسات التربويه والهياكل يعني العموميه، خذينا في كل مؤسسه يعني حسب الرغبه اطار او اطارين او عونين او اكثر، يعني باش تكونوا في مجال يعني الاسعافات الاوليه، هي دوره تكون مجال الاسعافات الاوليه وتمكينهم من المبادئ الضروريه في مجال الاسعافات. نحن نعرف يعني الانسان يعني احنا نتعرض في حياتنا اليوميه الى العديد الحوادث، يعني سواء كانت في الطريق، سواء كان في المنزل، سواء كان في المؤسسات التربويه، يعني باش نجو يعني تشرف عليها الحمايه المدنيه فرع الوسلاتيه مشكورين يعني تفضلوا بحذانا. بعد قليل ستنطلق الدوره وفي هذه الدوره التكوينيه في مجال الاسعافات الاوليه. الفئه المستهدفه في الاطار هذايا وكيفاش باش تكون سي عبد الرحمن؟ كما قلت لك يعني الفئات المستهدفه خذينا يعني من المؤسسات التربويه الموجوده بالجهه بمنطقه حفوظ، المؤسسات التربويه كلها يعني من معاهد ومدارس، وخذينا كذلك الهياكل الاداريه يعني المؤسسات العموميه من بلديه، من معتمديه، من قباضه، من مكتبه عموميه، خذينا معنا اطارات واعوان باش تكونوا في مجال الاسعافات الاوليه، يعني باش ياخذوا مبادئ الاسعافات. يعني ثم ذكرت لك يعني يعني كل انسان يتعرض للحوادث المنزليه، خاصه يعني كيفاش نتعاطوا معاه، كيفاش ادفع قاروره الغاز، خاصه السيدات خاصه يعني يستعملوا ياسر قاروره الغاز في المطبخ، يعني كيفاش الله يقدر حادث في الطريق كيفاش يتعامل معاه يعني في مجال الاسعافات الاوليه، في مجال يعني غرق خاصه في الصيف يعني في البحر، يعني كيفاش يتعامل مع انسان يغرق، كيما يتعامل مع انسان يعني يتعرض الى حريه يحترق يعني في جسده كيفاش نتعاملوا معاه. الحوادث المنزليه اللي تنجم الحوادث يعني نعيشها في حياتنا اليوميه. دونك يعطيكم الصحه الحقيقه على المبادره هذه، خاطر قداش محوجنا لمثل هالاشياء هذوما خاصه في الدول المتقدمه. ممكن سي عبد الرحمن نشاهدوا هالحاجات هذوما الاسعافات الاوليه منذ تقريبا الصغار نتاع الصغيرات يبداو يعلموا فيهم ويبداو يدخلوا لهم في المفاهيم هذوما حمايه لهم وحمايه للعائله نتاعهم وللتدخل اللي لازم يكون سريع في هذا الاطار.
مع العلم يعني هذا اليوم يعني باش بطبيعة الحال بعد هذه الدورة باش نعطوهم يعني شهادة مشاركة، يعني يكون يتحط يعني مشارك على مكنوهم شهادة مشاركة في مجال الإسعافات الأولية. وهذا الدورة يعني بالتنسيق يعني مع يعني زميلتي هدى بن جمعة، هي إطار تنشيط معي في هذه المؤسسة، وتحية شكر كذلك إلى زملائي الإطار التربوية ومديرة المؤسسة في هذا عاونونا في القيام بهذا اليوم التكويني في مجال الاسعافات الاوليه. يعطيك الصحه سي عبد الرحمن على المبادرات اللي تقوموا بها ولكافه الزملاء اللي قاعدين يعاونوا فيكم في هذا الاطار. مشكورين جدا على المجهودات، ان شاء الله باش نكونوا في متابعه بعد شويه الانطلاق. اي عبد الحميد معك. مريم اهلا وسهلا. شكرا مريم. بالله نتمنى ايضا ان تتوسع مفهوم الاسعاف على نطاق اوسع حتى تشمل الى اسعاف الناس المحتاجين بالماء الصالح للشراب حتى يزودونه بجرعه ماء، وان نسعف كل التلاميذ من دروس مجانيه وحتى ادوات مدرسيه الذي بات الولي عاجزا عن اقتنائها، وان نسعف كذلك الفلاح حتى يحسن من انتاجه الفلاحي حتى نولوا ربما نوفروا له الماء الصالح للشراب. واكيد ثم اكيد اشياء واشياء اللي هي تستحق الاسعاف باش تكون تونس في المستقبل الاحسن والافضل. يعطيك الصحة زميلنا عبد الحميد السالم، ان شاء الله الرسالة تكون وصلت لمختلف الاطراف ونحاولوا ننميو مثل هالاشياء هذوما في صغيراتنا باش نحميهم وباش يكونوا عندهم دراية بالامر الحاجة الاستباقية اللي تكون عندهم، حتى لا قدر الله كان صارت حادث نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذه من الحوادث المنزلية. كانت هذه لاكتواليتي ماتينال.